الامطار مثلا هذه السنه كان عندنا نقصان تاع 47%، الواردات المائيه كان عندنا واحد النقصان تاع 84%. الشهر الجاي حيت طنجه تعرف واحد تعطل واحد اتصال واحد ديروا اقتصاديه ولا زياده، ولكن ربما هذا الرزق يفوت هذاك الشيء. علاش حنا في المخطط تاع 2027 راه دخلنا هذا الرزق تاع الرزق، وحنا نعاودوا الا كان هذا الشيء خاصه الشيء الا كان هذا الايكونومي تاع الرزق راه مفهوم ديالي. ويبقى لي طلب اخير، انا مرة اول مره في المدرسه الدولي، ولكن اللي كيدخل للدرجه في محمد مع عشره الدول ديالو في الزوميزي ديالي عندي مكتب اللي كيدخل للكره بعيد كره الكرامي وشكرا للسلميه. هو التمثيليه ديال الوكاله على مستوى الاقاليم، يعني الوكاله تعمل شاهده لانشاء ولاحداث مندوبيه على مستوى العرايش، خص فيها الاعتمادات الماليه وخص وزارة الاقتصاد والمالية توافق عليها. برمجة السدود التي كانت في إطار استراتيجية الوطنية للماء، يعني على مستوى الجهة كاع السدود اللي كانت مبرمجة في إطار هذه الاستراتيجية تم إنجازها أو يقين الإنجاز. مجلس الحوض، يعني مجلس الحوض هو مجلس اللي هو مهم، الإيدتيات ديالو يعني ثلثين هو كيتكون من المنتخبين ومن الجمعيات. هذا المجلس تم إحداثه في برعاية السيد الوالي في يوليو 2022، ويكون اول اجتماع ديالو المتوقع انه يكون في شهر اكتوبر او نوفمبر. فيما يخص الوضعيه المائيه على مستوى منطقه نفوذ وكاله الحوض المائي للوكوس، فهي كتميز بتوالي 4 سنوات تقريبا ديال الجفاف اللي تم فيها تسجيل عجز على مستوى التساقطات. العجز على مستوى التساقطات هذه السنه الاخيره الهيدرولوجيه اللي بلغ تقريبا 40%، يعني عجز ناقص 40%. على مستوى الواردات كان العجز اكثر على مستوى الواردات بالسدود، ذلك ان هذا العجز وصل تقريبا ل 89%. رغم هذا العجز الذي تم يعني تسجيله على مستوى التساقطات وعلى على مستوى الواردات، فان جميع الحاجيات من الماء سواء الماء الصالح للشرب او المياه للسقي فتمت يعني تلبيتها بصفه اعتياديه. قام لان هذا اللقاء هذا اللي شفتو راه كنتوجد تقريبا عده لقاءات على صعيد الولايه وعلى صعيد العملات من اجل باش نعطيكم هذه الصوره اللي كتعطي واحد الحقيقه ورقه الطريق ديال السنوات المقبله، ثلاثه سنوات 2022 2023 2024. فالتحدي اللي عندنا، التحدي الاولاني هو على المدى القصير. على المدى القصير خصنا نكونوا في الموعي ديال الانجازات المخططه في كل اقليم، وباش يمكننا ننجحوا التحدي الاول هو خصنا اللجنه ديال اليقظه وديال التتبع على صعيد كل عمل وعلى صعيد كل دائره للتتبع ديال هذه الاشغال كامله، اشغال ضخمه مهمه، مبالغ ضخمه وكبيره اللي خصها التتبع. فنطلب من الساده العمال والساده المنتخبين والساده باش يكونوا لقاءات على صعيد العماله والتتبع الميداني. راه كاين بعض المرات بعض الجماعات اللي ما عارفينش حتى السد فين جا، فراه كنطلب انه راه درنا لقاءات مع المكاتب الدراسات ومع لي توبوغراف، وراه عرفنا تقريبا مشروع فين كاين، ولكن خص لاغوليف، خص التدخل الميداني، وخص الميدان الناس يخرجوا للميدان. فكنطلب من المنتخبين يخرجوا للميدان باش يعرفوا المشاريع ديالهم فين واصلين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين الأزمة، ما كاينلاش نرجع للأرقام، أزمة خانقة ديال الماء معروفة، خصها تدابير استعجاليه. كاين هذه الحملات التحسيسيه للقطاعات المستهلكه للماء، الصناعه والسياحه وغسل السيارات والحمامات كما قال الاخ والمدارس. كاين منع سيق المساحات الخضراء بصفه نهائيه بالماء الصالح للشرب. كاين تدقيق استهلاك الماء بالادارات والمؤسسات العموميه والشبه العموميه. وكاين نقص ديال الضغط ديال الماء، راه مهم جدا، كنهضر على الناس ديال لونيف والناس ديال لونيف. وكاين هذه المراقبه ديال القنوات اللي هضروا عليها الاخوان اللي فيهم الفويت، راه مهم جدا، وجاو في التدخلات ديال الاخوان كاملين. وعدم سقي الاراضي الفلاحيه من السدود ذات المخزون الغير الكافي لسد حاجيات مياه الشرب الاشهر القليله المقبله. فالحل النهائي ديال طنجه اللي راه عندنا يلاه واحد 10 شهور اللي كنجيبوا الماء ديك 50 مليون متر مكعب اللي جبنا من دار خروفه، يلاه هذيك الا ما كانوش الواردات عندنا واحد
زعما ديال واحد دي موا وي موا ياك شحال تقريبا عندنا واحد وي موا دي موا اللي ما كانوش الوالدات. حاولنا نوضعوا الصوره وبالنسبه للتامين بعد التزويد المدن الكبرى التابعه للجهه، وكيف شفتيو في العرض فانه الى استثنينا مدينه طنجه فجميع المدن التابعه للجهه غيكون فيها واحد التزويد منتظم. مدينه طنجه قلنا بانه يقدر يكون اشكاليه في حاله اذا ما كانوش واردات مطريه وكما واردات تساقطات مطريه في هذا العام، وهذا غير وارد السنوات القادمه. واقترحنا درنا بعض المقترحات على سبيل المثال انه كاين الامكانيه ديال استغلال هذوك بالنسبه لسد خروفه وسد 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 الخروب انه يمكن يتحطوا فيها محطات عائمه اللي تمكن انها تستغل واحد 60 مليون ديال المتر مكعب اضافيه، واللي انها يمكن ديك الساعه بلاص ما يوقع سميتو ملائمة الزويد حتى شهر ماي اننا نقدروا نزيدوا حتى دخول السنه الهيدروجيه ديال 2023 ان شاء الله. اليوم كتعرفوا بان هناك اشكاليه حقيقيه كتعيشها بلادنا وكيعيشها العالم كله من التحولات يعني اللي وقعها على الاطار في العالم كله. فمجلس الجهه بمعية ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ارتأى باش يكون هذا اليوم الدراسي حول الأفق باش مع جميع الشركاء ديالو. اليوم اللي كان لقاء مفتوح مع أعضاء ديال المجلس وكذلك مع البرلمانيين ورؤساء المجالس الإقليمية وكذا مع المنتخبون والهيئات المجتمع المدني، اللي أولا هو يعني شنو هما العمل اللي كتقوم به المجلس الجهه في هذا الاطار هذا، وشنو هي الترتيبات اللي رصدتها والمبالغ الماليه اللي رصدتها في هذه السنه وكذلك السنه المقبله، والترتيبات الاخرى اللي اليوم حنا كنشتغلوا عليها. هو نشتغل على واحد مشروع ديال برنامج التنموي الجهوي، وهذا المشروع دخلنا سياسه الماء من الاولويات ديالنا. فكل كيعرف بان هنا ندره الماء سورتو في بعض الاقاليم اللي داخل هذه الجهه ومنهم مدينه طنجه، واللي اليوم التفكير ديالنا اما في تحليه المياه وكذلك هناك يعني الاشتغال على بعض الحلول كذلك الجذريه. ديال السيد وزير الفلاحه والسيد وزير المنتدى الاقتصاد والماليه كيتكلم على المزروعات اللي ما غاديش تتعامل معها.